تم على مستوى بلديه خنشله البدء في المراجعه الاستثنائيه للقوائم الانتخابيه من تاريخ اليوم 12 جوان الى غايه 27 جوان، المطلوب من المواطنين الذين لم يقوموا باستخراج بطاقه الناخب، المواطنين الذين وصل سنهم للسن القانونيه ويحق لهم الانتخاب وايضا المواطنين الذين غيروا مقر اقامتهم التوجه الى المكتب الخاص بالانتخابات لاستخراج بطاقه الناخب